نحب نتعرف بحضرتك. عبد الفتاح محمد اسماعيل، صاحب شركة المصرية لجامعة خمام. أستاذ فتاح، أنت من الشباب اللي بدأ يعمل شركات، إن هو يجمع نظافة من القمامة من الشوارع ومن المنازل، وده مشروع كويس جدا، يعني في ظل إن الشركات الخاصة بالوزارات ما بتعملش الدور اللي بتقوم بيه. فإيه المشاكل اللي واجهتك في الشركة بتاعتك؟ المشاكل اللي واجهتني بطء التراخيص، زائد يعني الروتين القاتل في الحكومة موت لنا أي حاجة، في مشاريع وفي أهالي طالبين شغلنا وطالبين إن إحنا نشتغل معاهم، عشان هم بيعانوا من المشكلة اللي إحنا نازلين وعملنا الشركة بناء عليها، ولقينا بطء شوية في الإجراءات، معرفش بيتلككوا بحاجات معينة. قعدنا مع رئيس الهيئة وقعدنا مع بتوع التراخيص وعرفنا الطريق ماشي إزاي وإيه المطلوب، ووفرنا الأوراق المطلوبة. اتفاجئنا بعربية أو باللجنة بتاعت التراخيص أو بسحب التراخيص، إن هما سحبوا العربية وإحنا شغالين، وتم دفع الغرامة وتسوية الموضوع، وبرضه لقينا نفس الموضوع إن التراخيص واقفة، ودلوقتي الأهالي بتشتكي تاني، وأنا عندي عمالة، عندي فوق 60 عامل بما بين موظف ومشرف وعامل نظافة، فنأكله منين وأنا كده مر عليا شهر. فانا عايز اعرف ايه الطريق، يعني ما بين الزباله بتزيد في الشارع والناس بتتصل بينا يوميا انتوا شغالين ليه، والهيئه مش عايزه تدينا اي اوراق او حتى اي ضوء اخضر نشتغل بيه، وهم بينادوا بالنظافه واحنا عايزين ننظف بلدنا بدل ما حد غريب يجي ينظفنا. هل قدمتوا شكوى للمحافظ او المسؤولين في الهيئه على المشكله بتاعتكم؟ هو انا قدمت طبعا لما لقيت الطريق مسدود في الهيئه بروح لمسؤول التراخيص يحولني على رئيس الهيئه، مش عارف اقابل رئيس الهيئه ولا عارف اخد معاه ميعاد، اضطرينا ان احنا نعمل شكوى للمحافظه، وسلمتها فعلا في المحافظه خدمه المواطنين بتاع المحافظه، وخدت رقم كان بتاريخ 24/9، وكان معايا برضو نسختين للشكوى في وزاره الدوله لشؤون البيئه ومجلس الوزراء، بس لقينا التحرك سريع من المحافظه وجاري موضوع التحقيق في الشكوى بتاعتنا في الهيئه، وده النهارده يعني في بدايه اول شهر، بس برضه لسه موضوع التحقيق هياخد 10 ايام 15 يوم، فده هيضرب لي الشهر الثاني، وانا كده دفعت مرتبات والحاجات اللي انا دفعتها والاكياس والعماله والكلام ده كله 40,000 في الشهر اللي فات، والشهر ده المفروض لو انا هفضل مع الهيئه والتحقيق بتاعها 15 يوم يبقى انا كده هقف برضه على 40 كمان. انا ما معيش فلوس ان انا اشغل، انا عايز دفعت فلوس عايز اخد العائد بتاعي. طب احكي لنا، يعني انت بتعمل ايه مع مثلا مع السكان؟ يعني انت بتديهم اكياس، بتاخد اشتراك قد ايه؟ احنا خدمتنا بالنسبه للوحدات السكنيه، عشان الترخيص صار على الوحدات السكنيه، بنعرض خدمتنا 12 كيس على 12 مره شهريه بمعدل 3 مرات في الاسبوع، يعني يوم ويوم، طبعا ما بنخليش الزباله تتراكم، فبتبقى الخدمه مقابل 10 جنيه اللي هو 10 اكياس، وال10 اكياس دول بيعملوا حوالي كيلو او كيلو ايه الا حاجه، لو واحد راح اشتراه برضه بال10 جنيه، فال10 جنيه مقابل الاكياس، واللي ما بيحبش ياخد الاكياس بنقول له 7 جنيه ان ايه مقابل ان احنا بنجمع الزباله، لا بنرميها في الشارع واحنا مسؤولين عن نظافه العماره. طب بترموها فين؟ بنرميها في المقلب، ومعانا ايصالات ان احنا رمينا في مقلب الهيئه. مقلب الهيئه؟ مقلب الهيئه. يعني بترمي في مقلب الهيئه وكمان بيديكم مخالفات ان انتم بتديني مخالفات تجمعوا الزباله بتاعتكم. ده من ضمن المفاجاه، والمفاجاه الثانيه انا بتعدى على الغير ومعرفش مين الغير اللي انا بتعدى عليه، هل متعهد قديم تقيل رشش في الهيئه ومحدش يدخل المنطقه دي انا كلها والناس بتشتكي والزباله، فمكلفني غرامتين لنقطتين. طب لما انت بتتعدى على الغير، يعني الشوارع مليانه زباله ليه؟ فين الغير اللي بيلم الزباله؟ ده سؤال يتوجه للهيئه والمسؤولين في الهيئه، اذا كنت انا بتعدى على الغير ومغرمني 1002 جنيه عشان تعدي على الغير، المفروض بقى يقول لي مين الغير اللي انا تعديت على حقه. والنقطة الثانية ايصالات الهيئة بتاعت العربيات بتاعتي اللي بتقلب في الهيئة تثبت ان انا ما برميش حاجة في الشارع، برضه مديني غرامة ان انا برمي الزبالة في الشارع في حين ان انا بشيل الزبالة من الشارع ومن الوحدات السكنية، فانا مش عارف امشي مع مين ومين اللي محرك الهيئة، هل المتعهدين هم اللي ماشيين الهيئة ولا الهيئة اللي بتمشي المتعهدين؟ استاذ عبد الفتاح، يعني هل الهيئة مستفادة من الزبالة تبقى موجودة في الشوارع؟ هي مش مستفادة أكتر ما هي بتوفر على نفسها الشغل، يعني ما يشيلوا من الشارع على طول، المتعهد يشيل من الشارع ما بتفرقش معايا شال إيه أو ما شالش إيه، زائد موضوع الاستفادة، ما هي التلاتة جنيه اللي بتشتغل على الكهرباء بتخش خزانة الهيئة، وبناء عليها بتوزع على الناس اللي بتورد المقلب وشغالة معاه،
فهي كده كده بتاخد التلاتة جنيه اللي الناس بتشتكي منها من وجودها على ايصال الكهرباء. فانا احنا مش عارفين، التراخيص واقفه، ده اخر كلام بالنسبه لي، التراخيص واقفه في الهيئه. ازاي بتشتكي الهيئه من عدم النظافه وعايزين شركات وعايزين ناس، وان هي موقفه التراخيص، ويقول لي لا ما فيش تراخيص، ممكن تشتغل بلدي او اهلي. ما اشتغل بلدي او اهلي يمسكني يقول لي انت متعدي على الغير وبتشتغل بدون ترخيص. فانا عايز اشوف المخرج منين. والشكوى انا اشتكيت للمحافظه، ولو الشكوى في المحافظه ما جابتش نتيجه هضطر اصعد الموضوع لوزيره الدوله للتنميه للبيئه ومجلس الوزراء. شكرا. عفوا.